يجمع مهرجان تسويق تمور الأحساء أجود أنواع التمور المنتجة في منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المتنوعة المرتبطة بتراث المنطقة وتاريخها الأصيل، ويستمر لمدة 20 يوما. وسجل المهرجان حضور أكثر من 25 ألف زائر منذ انطلاقه. المزيد من التفاصيل في تقرير موفدنا إلى المهرجان بالأحساء. تراث متأصل في جذور التاريخ، تراث يربط بين الإنسان والنخيل رابطة الموطن والحياة، هي التي نبعت منها فكرة إقامة مهرجان للتمور بالأحساء للاعتناء بهذا التراث العتيد وتصديره إلى أنحاء العالم كموطن لأجود وأفخم التمور في المنطقة. ويقام مهرجان تمور الأحساء بالمملكة العربية السعودية في نسخته الرابعة تحت شعار وبالتمر أحلى، بتنظيم من أمانة الأحساء، حاملا معه فعاليات متنوعة، ما يشكل مهرجانا متكاملا لجميع أفراد الأسرة في أجواء تحمل عبق الماضي وإبداعات الحاضر. إذا كان للتمور وطن فالأحساء موطن التمور. هذا موضوع احنا في الأمانة كمسؤولين ألزمنا أن احنا نحط أو ثقل كيفية إبراز هذا الموضوع التاريخي، كيفية إحياء هذا المورد الاقتصادي الكبير. فحبينا في النسخة الرابعة هذه نميزها لأن تولدت عندنا الخبرة، فحبينا نميزها ناخذ التراث حقنا من الناحية العمرانية مع تراثنا في النخلة ومشتقاتها. ودشن أمير المنطقة الشرقية سمو الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز المهرجان، مؤكدا دعم سموه للمنتج الوطني وفق رؤية استراتيجية بأن تكون الأحساء موطن التمور، عبر آلية عمل مرحلية في تحويل التمور من منتج زراعي شعبي إلى منتج اقتصادي واستثماري وسياحي مميز يسجل باسم الأحساء. وما يميز هذه النسخة من المهرجان هو تزايد أعداد المصانع والمتاجر المشاركة في المعرض، الأمر الذي ساهم في زيادة المنافسة بينهم وظهر جليا في جودة وتقديم المنتجات المعروضة. اتخذت الأمانة طريقة جديدة اللي هي عملية أن عمل ثلاث فعاليات داخل فعالية واحدة تحت مسمى التمور. فكرة المهرجان أو عمل المهرجان هذا عمل تنافسي، عمل ارتقاء بالمنتج اللي هو هوية المنطقة، قفز عدد العارضين إلى 41 عارض. هذا بالنسبة للعارضين. الزوار احنا نتوقع انه يتجاوز 300 ألف زائر خلال 20 يوم. المعرض يوجد لنا الزبون أو بيوجد لنا المستهلك اللي يقدر ويقيم شغلنا احنا، لأن إذا قيم شغلنا احنا على هذا ضوء التقييم احنا قاعدين نطور في المنتج. صراحة مهرجان يشرف، يعني يعطي فعلا عمق لمدى عمق السعودية في يعني في النخيل والتمور. يعني في كل مرة أعود فيها إلى الصين أحمل معي التمر لأهلي وأصدقائي، هم يحبون طعمها كثيرا وبعضهم لم يسمع عن التمر من قبل. أتمنى أن ينتشر التمر في الدول الأخرى من العالم. إن في مهرجانات كثيرة وراح تستفيدون فيه وراح تتعلمون المذاق الحلو للتمر وبس. النسخ المتوالية لهذا المهرجان الحيوي والتوافد الكبير للزوار من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي تؤكد أهمية تراث التمور بالأحساء وأهمية هذه السلعة الغذائية الهامة في دعم المجالات الاقتصادية وإثراء القطاع السياحي بالأحساء. تحت سقف هذا المهرجان تجتمع أفضل ما جادت به نخيل واحات الأحساء من تمور ومنتوجات مصنعة منها، هي طيب الغذاء وحلاوة اللسان ورحابة الاستقبال. لتلفزيون البحرين، أحمد البلوشي، الأحساء.